ياي، مرحبا يا برج الحمل. إذا كنت من مواليد برج الحمل فهذه الرسالة لك. برجك اليوم مليء بالتفاصيل المثيرة التي لا تريد أن تفوتها. إذن يا برج الحمل، يوم 9 أغسطس يرمي عليك بعض العقبات المتعلقة بالثقة. قد تجد صعوبة في الوثوق بأي شخص اليوم. لكن خمن ماذا؟ حدسك في محله تماماً. زق بغنين سايدة، ثق بغرائزك. هناك حالة من الهيجان الخيالي في الهواء تحاول جذبك إلى فوضاها، لكن مهلاً، أنت أذكي من ذلك، أليس كذلك؟ تذكر، ليس كل ما يلمع ذهباً. إذا كان هناك شخص يتحدث كثيراً ولا يفعل شيئاً، فلا تضيع وقتك. لديك أشياء أفضل لتقوم بها. كن حذرة وأبقى يقظة وأبقي عينيك مفتوحتين. قد تكتشف أن الناس مليئون بالكلام الفارغ اليوم. لذلك يا برج الحمل، بريك تايم بوين، خذ الأمور ببساطة وركز على ما يهمك حقا. ثق بنفسك وبغرائزك، أنت قادر على تجاوز هذا. وهذا برجك لليوم. ابقى رائعاً يا برج الحمل.